يا ترى ليش تأخروا كل هالقد؟ هلا بيطلعوا. حاجة تهز برجلك سليم، وترتني. شو صار؟ كل شيء مثل ما اتفقنا. يعني ما في داعي نيجي لهون مرة تانية؟ لا ما بظن، القاضي صدق كل اللي حكينا. ما عاد فيكي تشوي سمعتنا. شو ما عملتي يا حقيرة؟ انتو ناس مجرمين، انتو اللي قتلتوا لأبي، بس تأكدوا كل شي رح ينكشف. سكرت أمك أحسن لك. سليم، لو كنت محلك كنت فكرت قبل ما أفتح تمي بكلمة. لسه بدي أفضح كل عمايلك يا واطي. سليم بكفي بقى. لك شو عم تعمل يا غبي؟ أصلاً هذا هن اللي بدنيا. بظن إنه اللي عمله أبوكي معنا مو أخلاقي. أنت خراس. حب يشوه سماتنا مثل ما صار معه وانفضح، بس ما رح يطلع له معنا. بس أنا رح أثبت كل اللي حكى، أنا اللي رح أفضحكن وبتشوفوا. خلص مرام، أنا رح أوقف مع فاطمة وما رح أتنازل عن موقفي لو شو ما صار، ورح ضل ملحقة هاي القضية لتنالوا كلياتكن عقابكن وبتشوفوا. لحظة يا مرام، اصحك تخلي حدا يلعب لك بعقلك ويضحك عليك. اسمعي مني، حتى الشهود اللي اشتريتوهم بمصاريكم ما رح ينقذوكن. شو عم تخبص؟ تعال صهري تعال، خلينا نمشي من هون. يلا تعال. كان ناقصنا، صار في شاهد جديد ضدنا كمان. ليش شو بتعرف هالبنت؟ يعني شو بتقدر تثبت؟ بنقول عم تفتري علينا. والقاضي رح يسأل ليش كل هالعالم عم يفتروا عليكن. بلا غباء، صار لازم تنحل المشكلة من شروشها. شو ما كان التمن لازم نسكتها لفاطمة. شو قلت؟ لازم تتنازل، لأنه إذا هي تنازلت كل الباقي حكي فاضي. أنا قرفانة من حالي كتير لأني كنت حاببته. تحاشيهم ولا تقربي منهم ولا تحاكيهم بهالفترة، لأنه واضح إنهم رح يستشرسوا. لهيك بدي إياكي تبعدي عنهم. صدقني ماني خايفة منهم. أنا بدي إياكي تكوني هادية، هالشي كتير مهم مشان قضيتنا. طيب اسمح لي وصلك على المطار. لا ما في داعي، باخذ تاكسي لهنيك. شكرا على كل شيء استاذ، يلا خاطرك. مع السلامة، الله معك. نعم كريم. وينك استاذ؟ هي طلعتي من الأسرة العدلي، هلا راجع على اسطنبول. لساتك بأنقرة يعني؟ ايه حكيت مع البيت، ليش مانك هنيك؟ لا أستاذ ماني بالبيت، قاعد بيرني لحالي على المطار. لو سمحت، لو كنت هون كنا قعدنا سوا وحكينا شوي. رح ترجع اليوم على البيت؟ ما بعرف، يا ريتك كنت معي هلا. صاير شي؟ ليش مانك بالبيت لهلا؟ ماني حسنان روح على البيت، ما فيني اطلع بوشي لفاطمة. ليش؟ لأني نزعت كل شي. رجعنا لنقطة البداية، فاطمة رجعت تكرهني من الأول وجديد. طيب ليش؟ شو صار؟ احكي. لأني خوفتها وحاولت ألمسها بالقوة. ليش هيك عملت؟ لا لحظة، أنا مالي حيوان، حيوان بس مو لهالدرجة. ما كان قصدي خوفها ولا كان قصدي إزيها أبدا. أنا مستعد ضحي بعمري بس ليروح الخوف من قلبها. إيه بعرف. شلون بدي خليها ترتاح لي؟ معها حق. والله أنا ما عاد عرفت شو هو الصح وشو هو الغلط. صدقني يا أستاذ، الحقيقة الوحيدة بحياتي هي فاطمة. بعد ما قريت رسالة أمي وعرفت شو كانت قصتها مع أبي، اكتشفت إنه أمي ما كانت بتحبني أبدا. أنت أكيد غلطان. لا ماني غلطان، حتى وجودي ما كان بيعني لها شي لتضل عايشة مشاني. معناتها ما حبتني أبدا. بس وضع على أمك بيختلف كريم، لا تنسى هالشي. شو ما كان، انتحرت كرمال الزلمة اللي كانت تحبه، تركت ابنها الوحيد.
بمين بدك يعني يوثق؟ ها؟ كيف بدك يعني يتأكد انه فاطمة خلص نسيته لمصطفى؟ كريم ما في شيء من اللي انت عم بتفكر فيه بنوب. كل اللي بدي اياه كلمة حب منها. بدي اياها تقلي انها بتحبني من قلبها. مو لانها مضطرة او لانها مجبورة فيني. حاب اسمعها من تمها. فخر الدين والغاز ومريم خدعوني. مو باقي لي من هالدنيا غيرها هي. لهيك بدي اياها تحبني من قلبها. رح تحبك ورح تقلك هالشي صدقني. يوم المحاكمة، بيوم محاكمتي لو تتذكر، فاطمة كانت قاعدة وراي، مصطفى كان قاعد وراها لفاطمة دغري، ونور كانت عم تقدم إفادتها قدامهم. هاجر نالجي هنيك بالمحكمة درينا أنه تزوجته لمصطفى، ولما لفيت رأسي فجأة لقيت فاطمة عم تتطلع بمصطفى وكأنها عم تلومه. حسيتها اتضايقت منه. بس هي كانت مجرد تطليعة. لا مو هيك، شفت عيونها وقتها، عيونها هي اللي كانت عم تلومه. بتحبه فاطمة بحياتها، ما نسيته لمصطفى وما رح تنسى، وقلبها مكسور لأنهم ما تزوجوا بعضهم، وأنا واحد من الأسباب اللي فرقتهم وحرمتهم يتزوجوا. فاطمة ما سامحتني ولا رح تسامحني أبداً يا أستاذ. هي ساكتة بس كرمال ما تتألم أكتر. مجبورة على هالعيشة. أنت متأكد؟ متأكد أنها مجبورة على هالعيشة؟ هي نسيت كل شي كان يتعلق بالماضي وصفت حسابها معه، وبطلت تحقد عليه وتكرهه لأنها نسيت الموضوع. إفهام علي، مصطفى ما عاد يعني لها أي شيء. كانت عم تحكي معه بالفترة الماضية كرمالك أنت بس صدقني، وإلا هي مو حابة تشوفه أبدا. لك تذكر الصعوبات اللي تخططوها سوا. أوه ليش أنا نسيان لحتى أتذكر؟ لساتهم ببالي. لا أنت شكلك نسيان، بس أنا رح أذكرك كيف كانت علاقتكم زمان وكيف صارت ولوين وصلتوا هلأ. نسيان هالشي؟ بس أنا نزعت كل شي بلحظة يا أستاذ. فاطمة صارت تعرفك منيح وبتعرف نيتك وبتعرف إنه قلبك أبيض، هي حاسة بوجعك صدقني. ما في شي انتهى يا ابني، انتو هلأ بديتوا من جديد. بحياتها ما رح تسامحني. مساء الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك يا بيك. قديش حسابه؟ الأخ خالص حسابه. ايه